أهلا بكم في حلقة جديدة من مختارات بي بي سي إكسترا. أنا طوني طوق وأنا هند أكرم. من مختارات اليوم: التحول الجنسي خيار يصطدم بالتقاليد. مسجد للنساء فقط في الولايات المتحدة. وتحديات واجهها وبكل عصامية مذيعو إكسترا. وأجمل المختارات الموسيقية من إيقاعات إكسترا. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من مختارات إكسترا، تقارير وحوارات وتحديات وإيقاعات نتذكرها معا. أول ما اخترناه لكم اليوم قضية التحول الجنسي، هوية ضائعة بين رغبات الفرد وتقاليد المجتمع. في أوروبا ترتفع عمليات الانتحار بين غير القادرين على إجراء عملية تغيير جنسهم مقارنة بمن أجروا العملية. أما في الشرق الأوسط فالإحصاءات غائبة تقريبا. ياسمين أبو خضرة تعرض لنا في التقرير التالي حالة تونسية راغبة بالتحول الجنسي وحالة بريطانية تحولت جنسيا. حياتي فارغة، مش منجم نعيش مرأة، مانيش منجم نعيش راجل. أنا مثلا عندي مشكلة في هويتي الجنسية، مش معناتها عندي شذوذ جنسي. تفيق الصباح تلقى روحك برغم أنه عقلك عقل راجل، إحساسك إحساس راجل، تخيل روحك يتبدل بدنك تولي في بدنة مرأة، كيفاش باش تتصرف؟ لهذا فهناك من ينادي ليلى بجلال. هرمونات تحويل الجنس كانت السبيل الوحيد لجلال في بلد تمنع فيه هذه العمليات. المشاكل موجودة من الصغرى، وقت اللي نحب نلعب مع الأولاد، وقت اللي نحب نلعب كرة، ولا وقت اللي نلقى ردة فعل من العائلة. ما كانش عندي مثلاً ميول للعب بتاع البنات، ما كنتش نلعب بالدمية. الطفل الصغير وقت اللي مثلا في المستقبل يحلم مثلا يولي معلم، يولي طبيب، يولي ما عرف شنو، انا في صغرتي نحلم نولي راجل. ولكن حلم جلال يبدو صعبا وبعيدا، فرفض غالبية المجتمع له مدعوم برأي رجال الدين. الأنثى مش طايقة أن تبقى أنثى، أو الذكر ما لا يطيق أن يبقى ذكراً يريد أن يتحول. هذا يعتبر من الأمراض النفسية، والأمراض النفسية الخطيرة، فلا بد أن يقع استيعابهم تحت نظر أطباء مختصين وعلماء في الدين وعلماء في الشريعة، حتى يقنعوهم لأن يقبل أن يكون ذكراً أو تقبل أن تكون أنثى، وليس لمجرد هواء أو لمجرد حب شهوة أو كذا. بالنسبة لجلال الأمر خارج عن يده، ويقينه باختلافه لا يشفع له ما يضيفه المجتمع عليه من أعباء. باختصار هو مجتمع منافق برشا، لأنه أحنا نشوفه في مجتمعنا فما برش حاجات قابلنا وهي 100% حرام. مثلاً فما ناس تزنى ويسموا هذيك حرية جنسية، فما ناس تسرق، فما ناس تشرب الخمرة، وعادي جداً مقبولين. بينما كيف يتحل الموضوع كي من هكا تولي ناس كل تفتي وتولي ناس كل تفهم في الدين. أحمد أحد أصدقاء جلال القليلين الذين تقبلوه، يعتبر أن ما يتعرض له صديقه اضطهاد. الحالة متاع ليلى جلال هو مش مشكلها مع ذاتها، مشكلها مع الاضطهاد الاجتماعي اللي أصله الجهل، عدم الاعتراف بالحرية، بين الفشل متاع المجتمعات. على عكس جلال فإن الراغبين في التحول الجنسي هنا في بريطانيا من حقهم إجراء مثل هذه العمليات، ولكن بعد سن 18 عاما. سأتحدث إلى دكتور كريستوفر إنجلفيلد، وهو استشاري ترميم وتجميل في أحد المراكز الطبية التي تجري مثل هذه العمليات. Thank you.
How are you today? Good, good. And recovering well from your surgery? Anything you're concerned about? Gender dysphoria is a gender is imprinted in the human brain from in the fetus. اضطراب الهوية الجنسية سببه بصمة جينية في دماغ الجنين تحدد جنسه. هذه البصمة مثلا قد تمنح الطفل هوية الذكر حتى إذا كان لديه جسم أنثى. لهذا فإن عملية تغيير الجنس التي تبدأ من الوجه وحتى الأعضاء التناسلية تجعل أجساد هؤلاء الأشخاص متوافقة مع تفكيرهم. Brings them back to what they feel. ماري أجرت عملية لتغيير جنسها منذ نحو 4 سنوات، والآن تشعر أن جسدها لا يتعارض مع شعورها الداخلي بطبيعة جنسها. ما زلت في مقام الوالد لأولادي وأحبهم. لقد غيرت اسمي وأبدو مختلفة، ولكني ما زلت الوالد. الكنيسة التي كنت أتردد عليها في ذلك الوقت طردتني، ولم يعد أحد من أصدقائي في هذه الكنيسة يتحدث إلي الآن. هناك عدد من الكنائس ستستقبلني، ولكن هذه الكنيسة رحبت بي وأصبحت هي عائلتي الآن. بعملية لتحويل الجنس أو بدونها، يظل حكم الآخرين على أمثال ماري وجلال مؤلماً لهم. لبي بي سي إكسترا، ياسمين أبو خضرة. وكأن الحرية هي أولوية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص يا هند. طبعاً، وللحرية ثمن بالتأكيد. مسجد للنساء فقط فكرة ليست بالجديدة، فهناك مساجد مخصصة للنساء دون رجال في الصين ودول أخرى في آسيا. ولكن الإعلان عن إنشاء أول مسجد للنساء فقط في الولايات المتحدة الأمريكية أثار كثيراً من الاهتمام. هذا المسجد هو مكان تلتقي فيه مجموعة من الأمريكيات المسلمات في لوس أنجلوس مرة في الشهر لأداء صلاة الجمعة. كريمة كواح زارت هذا المسجد في زيارة لها إلى الولايات المتحدة وأعدت لنا التقرير التالي. I'm talking about Leonardo from the movie Return of the Ooze and not from the cartoon. Is that what you're thinking? في هذه الكوميديا من نوع الستاند-أب تروي ترافينا سبرينجر لجمهورها بمركز الشرق الثقافي بمدينة لوس أنجلوس قصة اعتناقها للإسلام. لكن الممثلة الكوميدية الشابة تستعد لأداء دور مختلف تماماً وأمام جمهور لم تشهده من قبل. من على هذا المنبر أذنت ترافينا لصلاة جمعة خاصة بالنساء فقط بمركز بيكو يونيون بمدينة لوس أنجلوس، وهو معبد يهودي قديم حول إلى مركز متعدد الديانات، وهي فرصة لم تحظى بها من قبل. Very emotional for me to perform the adhan. كانت لحظات مؤثرة. الأذان للصلاة شرف كبير يحظى به الرجال طوال الوقت، لكنها أول مرة بالنسبة لي كامرأة. انتهت قبل قليل ثاني صلاة جمعة تنظم في هذا المبنى، وقد شاركت فيها العشرات من النساء، كما جلبت اهتمام الكثير من الصحفيين الأمريكيين الذين جاءوا للتعرف على ما أصبح يعرف بأول مسجد للنساء فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. في مسجد آخر بنفس المدينة لا يتفق الجميع على الحاجة لهذا الفضاء الذي يفصل بين الرجال والنساء.
just as it would be sort of wrong to have a men only لا نقبل بمسجد للنساء فقط كما لا نقبل بمسجد للرجال فقط، ولكن علينا مراجعة الظروف العامة للنساء في مساجدنا والمساحة المخصصة لهن. هناك احتياجات يجب أن تلبى. أول مسجد في الإسلام لم يفصل بين الرجال والنساء، ولكن ذلك حدث مع مرور الوقت بطلب من النساء لمكان يوفر لهن الخصوصية. So that they could have a little bit more privacy. لكن هناك أيضا من يرحب بهذا المسجد ويتفهم الأسباب التي قد تجعل بعض النساء تهجرن المساجد التقليدية. So it's pretty significant. On the level of the United States. إنها مبادرة هامة وخطوة إلى الأمام على طريق لعب المرأة المسلمة لأدوار ريادية. لا تشعر بعض النساء بأنهن مرحب بهن في بعض المساجد التي تعزلهن في زاوية من المبنى أو في غرفة مقتضة وتفصلهن عن الرجال، وهذا راجع للثقافة وليس للدين. الصلاة التي تقام بهذا المركز المتعدد الديانات تجذب بشكل خاص المسلمات الأمريكيات اللواتي لا تشعرن بالارتياح في المساجد الأخرى، مساجد قد تهمش اهتماماتهن الدينية وأرائهن. وفي حين لا تسعى القائمات على هذا المشروع إلى منافسة المساجد الأخرى، إلا أنهن فتحن الباب أمام نقاش عام حول إشراك النساء في إدارة المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل. ومن المرأة في لوس أنجلوس للمرأة في العالم العربي والتي لا تزال تبحث عن حريتها. فتيات عربيات قررن الاستقلال بحياتهن والعيش وحدهن رغم كونهن عازبات. الأمر يبدو عاديا لشاب عربي، لكن بالنسبة لفتاة فإن نظرة المجتمع تحد من رغبتها بالاستقلالية. من مصر نماذج نسائية استقلت في تقرير علي جمال الدين. فتيات مصريات اخترن الاستقلال عن أسرهن. أنا بأجر شقق مؤخراً فيتقال لي إيه ده، هو أنتي بنت عايشة لوحدك؟ لا، إحنا مش بنأجرش البنات عايشة لوحدها، إحنا بنأجر لأسر بس. خضنا تجارب مع الحرية. ماما وبابا ما كانش عندهم أي مشكلة في الاستقلال أو فكرة الاستقلال بحد نفسها، بس كان مشكلتهم في فكرة إن أنا أبقى قاعدة في مكان أمين أو إن أنا أبقى في منطقة متأمنة كويس. وشيء من الخوف. تعرضت لواقع التحرش وعملت قضية للمتحرش، فكان في تهديدات من أهله، كان في طبعا جري في الإقسام والنيابة والمحكمة وكده، فحسيت وقتها أن أنا محتاجة أهلي معايا. والكثير من التحدي. الموضوع يستاهل أن أنت تجربي تستقلي، تجربي تشتغلي، تجربي تبدأي تبني حياتك بنفسك، مش معتمدة على أهلك أو على زوج هيجي فهيصرف عليكي. الدراسة والعمل وتحقيق الذات أشهر الأسباب التي تدفع الفتيات للبحث عن سكن منفصل عن الأسرة. بدور على نفسي، مش كلمة يعني بتتقال ولا شعور، بس أنا قعدتي هنا زي ما قلت لك بتضيف كتير ليا وشخصيتي، وكمان ليا في مجال الصحافة. انا شايفة ان انا دلوقتي قادرة احقق ذاتي يعني بشكل واضح. يعني بصحى كتير من النوم بعيط، يعني ببقى عايزة اشوف والدتي، بتبقى وحشاني. الجدل بشأن استقلال الفتيات تسلل الى بيوت كثيرة مؤخرا. معظم اولياء الامور يرونها ظاهرة سلبية. فكرة استقلال البنت في مكان لوحدها لإتمام مرحلتها التعليمية أو تحقيق ذاتها أو ما إلى ذلك، أنا شايفة أن ده بيجد قبول أو استحسان من كثير من الأسر أو أولياء الأمور، الآباء والأمهات. وشايفة أن ده غلط؟ ده مشجع فبدأت تنتشر. وشايفة أن ده غلط؟ النتيجة بائدة بالفشل. رحلة استقلال الفتاة صعبة، ليس آخر عقباتها إيجاد سكن مناسب. اغلبهم بيعتبروا ان البنت اللي جايه تسكن عندهم من غير اهلها دي ملكيه شخصيه ليهم،
يعني انا بنتك التانية، وان كان ده مش حقيقي على مستوى التعامل، لكن بطبع شرقي غريب كده، انت بنت يعني انا مسؤول عنك، تقولي رايحه فين، جايه منين، مين جايلك، مين مش جايلك. حتى لو واحده صاحبتي، بس في بنت كنت باجر شقه فكانت بتقول لي انت عندك مشكله في زيارات، قلت لها لا طبعا يعني، بس يعني لو في وقت او نبقى مثلا عاملين حسابنا الوقت في حد جاي. فقالت لي لا لو البوي فريند بتاعي جاي لي. كل واحد حر يا جماعه. بس احنا عايشين مع بعض في شقه واحده. عاداتنا وتقاليدنا بترفض البنت تقعد لوحدها عشان خاطر انت شايف الولد دلوقتي عامل ازاي والاخلاق وتدني الاخلاق، ما ينفعش طبعا. براحتها هي عايزه تستقل في حياتها وما تستقلش في حياتها، ما دام هي خلاص راضيه عن الموضوع ده، اسرتها راضيه عن الموضوع ده، فنتدخل ليه احنا بقى؟ اكيد لازم أن يكون في رقابه. عارفين دلوقتي الدنيا بقت صعبه، يعني صعبه جامد، يعني مش سهل. رغم نظرات الريبه تنجح كثيرات في حل المعادله. فكره في ان انا باخد راتب معين لازم تفكر هتاخد منه مواصلات قد ايه، هتاخد منه اكل قد ايه، هتاخد منه شرب قد ايه، لبس، مصاريفك الشخصيه كده يعني. لكن صراع الاجيال يختبئ في احوال كثيره خلف تجارب استقلال الفتيات خاصة في العالم العربي. الفجوة بين الأهالي والبنات كبيرة. ليه؟ لأن الأهالي كترس في المجتمع متخيلين أن البنت ليها خريطة حياة معينة لازم تمشي عليها، ألا وهي فور إكزامبل أو الأكثر شيوعاً تتعلم تدخل الجامعة، ده لو دخلت الجامعة يعني، تتعلم تدخل الجامعة تاخد شهادتها، يتجوز تقعد في البيت، تمام، يا تشتغل فتتجوز فتقعد في البيت، يا اصلا ما تاخدش جامعه تتجوز وتقعد في البيت. وبرغم العقبات ما تزال احلام الاستقلال تراود كثيرات. فكره استقلال البنت صعبه يعني، بس انا شخصيا فكرت فيها في فتره من الفترات، عشان يعني كنت حاسه ان هي حاجه مهمه، بس لقيت ان انا مش مرتبه اولوياتي. عايشه مع اهلي وعندي فكره ان انا استقل، دي حاجه مهمه في حياتي مش عارفه اعملها دلوقتي يعني. ليه مش عارفه تعمليها؟ علشان بس عندي اخ، فيعني موضوع انه الولاد تقبل ده يعني لا صعب. لبي بي سي اكسترا علي جمال الدين. مختارات اكسترا مستمره معكم، نتابع بعد قليل. نتعرف معا على نشاطات حزب المعتوهين في بريطانيا، وماذا يفعل الأبطال الخارقون في شوارع هوليوود. هي سوبر هيرو، تجربة لا تنسى. تسلمي. هل تنسى الشمس يا هند؟ يا سلام. شمس كاليفورنيا. وفي هوليوود أيضا نجم حقيقي ليس مزيفا كالأبطال الخارقين، هو من بين النجوم الذين التقينا بهم في بي بي سي أكسترا، جورج كلوني. كلوني اشتهر مؤخرا بآرائه السياسية الديمقراطية وزواجه من اللبنانية أمل علم الدين. وهذا مقتطف سريع من لقاء بي بي سي أكسترا مع جورج كلوني. مرحبا حبيبي. جورج، the new movie in Tomorrowland, you are playing a geek who's trying to better the world. Right. You're somebody who has been trying to better the world from a very young age, but instead of going to Washington D.C. where you can better the or change the world, you went to Hollywood. Right. But you're still very active politically. Sure. Why do you resist entering the political game, and particularly now when you have a lady in your house who is involved in politics? Well, she's not involved in politics. Or at least she's active in the international stage. I would argue that I think both of us are sort of equally involved politically, meaning that we're not in politics, but we do deal with politicians and political subjects a lot. But I also feel as if I'm in much better place and able to do a lot more by not having to compromise, by not having to. You know, my father ran for Congress, and I watched the process, which was very difficult for him. And he was running for a congressman, which is a 2-year term. And the compromises that you have to make,
I don't have to make those compromises, right? So I can say, I think what's going on in Darfur or what's going on in South Sudan, I think those are terrible things. And I don't have to worry about, well, we have relations with Sudan or we have relations with, you know, I don't have to have those, you know, I don't have to worry about talking, irritating a group of people. I'm able to take a subject matter and defend it as best I can and make it as loud as I possibly can. If we talk about Sudan, you invested ample amount of time, energy, and resources mm-hmm. since 2006 in trying to alleviate the suffering mm-hmm. of the people in Darfur and South Sudan. Yet, if you look at it now, atrocities are still being committed sure. in Darfur. South Sudan is a failed country. This is a country you help making. Yes, it's not a failed country, but it is a floundering country. Oh yeah. But most new countries go through this, and that's almost without exception. If you look at, we can look at all the countries sort of in the region, and they're all having sort of much the same problems. I agree that, but we knew that. You know, we knew when South Sudan wanted to vote for their independence, that independent country was going to have a very difficult time. The problem was, were they not allowed to have that election, that vote for their independence, they would have gone to war, and that we know for a fact. And war there is as bloody as it gets, as bloody as we've seen since World War II. وجورج كلوني عرف أيضا برعايته للأطفال وتبنيه مؤخرا طفلا سوريا لاجئا. الأطفال هم أبطال التقرير التالي، وتحديدا طلاب من طبقات اجتماعية ميسورة أحبوا أن يتشاركوا بمعارفهم مع تلاميذ من طبقات بسيطة. نعم، في مصر خصص طلاب من مدرسة الألسن يوما في الأسبوع لتلقين اللغة الإنجليزية لأطفال غير قادرين على تعلم هذه اللغة بالمستوى نفسه. التفاصيل في تقرير إناس علوي. أنا مبسوطة قوي إنه بعض البنات بعد ما علمناهم يعرفوا ينطقوا ويفرقوا بين البي وبين الفي. ابتدى أولادي بقى بيحبوا المدرسين اللي هنا، معاملة معاهم، ابتدى ياخدوا عيال تانية معاهم. كتير من أهالي الأولاد دول بيسألوني إيه أهمية اللي أنت بتعمله ده؟ عندما تدق أجراس مدرسة الألسن معلنة انتهاء اليوم الدراسي، فإن ثمة مهمة أخرى يقوم بها بعض الطلبة في يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بدأت التجربة عندما قررت إدارة المدرسة وضع العناية بكلاب الحقول المجاورة لها أثناء فترة الفسحة ضمن أنشطتها الدراسية. استهوت الفكرة أطفال المدرسة، حيث جعلتهم يتعرفون على مجتمع لم يعرفوه إلا عبر شاشات التلفاز. المجيء إلى هنا يجعل تلاميذ المدرسة يتعرفون على ما أعتبره مصر الحقيقية، حيث ينتمي أغلبهم إلى أسر ميسورة الحال، وهم يذهبون إلى المدرسة ويعودون منها دون أن يختلطوا بأطفال من فئات أخرى تختلف عنهم. هذا يجعلهم يتعلمون بشكل أكثر رحابة من تعليم يتلقونه فقط على مقاعد الدراسة. وهذا رائع، حيث بدأ أطفال القرية يتعرفون على تلاميذ المدرسة ويقتربون منهم. وهنا جاءتني فكرة، لماذا لا يقوم تلاميذ بتعليم أطفال المنطقة دروسا في اللغة الإنجليزية؟ فربما يفتح ذلك لهم مجالات أوسع في العمل كالسياحة وغيرها، وأيضا يقرب بين طبقات لم يكن لها أن تلتقي أبدا من قبل، وهو ما تم بالفعل من خلال دروس اللغة الإنجليزية. مدام جيليا بصراحة اتعرفت عليها بحكاية شاف الكلاب عني وبتاع، اتعرفت على أولادي وابتدى بقى تاخدهم المدرسة ويدوهم حصة كل أسبوع مرتين. ولاد دمهم خفيف ولطاف كده، وكلموها هي بالإنجليزي وكلمونا أنا بالعربي. هيا بنا جميعكم نعود إلى المدرسة.
الفكرة لاقت استحسانا لدى العديد من أولياء الأمور في المنطقة. عندي ابني عنده 14 سنة وعندي مها برضو عندها 9 سنين. دخلت مها وأحمد ويعني لقيت فيه تغيير ان هما يعني في نطق الانجليش بيتعلموا وينطقوا كويس. فرصة كويسة للولاد هنا وولاد المنطقة كمان كلهم مش ولاد انا بس. انا لقيت فيه تحسن عشان كده استمرت لحد الان بودي ولادي. يعني في سلوكهم مع بيتعاملوا مع اصحابهم مع الحيوانات. يعودوا الطفل ازاي يعني يتكلم او يعمل حوار مع حد. كتر خيرهم. تلك التجربة لم تكن لتكلل بالنجاح لولا وجود محمد أحد سكان المنطقة الذي يتولى مسؤولية إيصال الصغار إلى المدرسة ومن ثم إرجاعهم إلى منازلهم بعد انتهاء الدرس. أنا بعد ما برجع من مدرستي بلم ولاد عمي وقرايبي وجيراني عشان نروح للمدرسة اللغات اللي جنبينا اللي موفر لنا درس الإنجليزي. قال الأطفال دول لما بيرجعوا لهم أولادهم بيتكلموا معهم كم كلمات كده من الكلمات الإنجليزي بيتكلموا صح فبيحسوا بأهمية الكلام ده فده بيبسطني فبحس إن أنا عملت حاجة مفيدة. بعلم الولاد من سن 3-9 تقريبا والسن ده كويس قوي ان هو يتعلم علشان التعليم بيجي عندهم سهل لان هما ما تعلموش حاجات كتير قبل كده. color will I choose؟ انا ما ينفعش مدرستي تبقى واقعه في منطقه في الهرم بسيطه وانا بتعلم فيها تعليم كويس وانا ما ساعدش بالتعليم اللي انا بتعلمه للناس التانية اللي في القريه. اول ما جيت هنا فهمت حاجات كتير وبقيت اعرف اقرا جمل الانجليزيه. نحضر الحصه عندنا نوته وبنكتب فيها احنا بندرس ازاي بنستخدم ايه عشان ندرسهم وانهي كتب انهي اغاني نعلمها لهم. انا مبسوطه في المدرسه دي عشان هي بتعلمني حاجات كتيره قوي وانا نفسي اجي كل يوم هنا. انا هنا في المدرسه دي اتعلمت ايه كلمات كتير فخليتني في مدرستي مجتهد انا اصحابي كلتهم. وهنا علمونا ازاي ننطق الانجليزي صح واحنا صغيرين عشان ننطقه صح حتى واحنا كبار في مجالنا. يامل القائمون على تلك التجربه ان تتكرر في مدارس اخرى للتاكيد على ما يرونه ضروره الاهتمام بتعلم اللغات الاجنبيه على الاقل بالنسبه للاجيال المقبله. لبي بي سي اكسترا ايناس علوي القاهره. ومن القاهره نعود الى لندن ومن الفكر والعلم نصل الى الجنون. صوت للجنون فهو الحكمه بذاتها هذا هو شعار لوني بارتي او حزب المعتوهين. في وقت احتدمت فيه المعارك الانتخابية الجادة في بريطانيا ظهر حزب يعتمد على الفكاهة في بياناته خفة الظل في برامجه والسخرية في مشاريعه. والأطرف من ذلك أن حزب المعتوهين حقق ويحقق إنجازات. المزيد في تقرير نأمل أن تبقوا في كامل صحتكم العقلية بعد مشاهدته. You made a bad decision. You were truly dumb. You claimed against expenses quite a tidy sum. Dum-de-dum-de-do, dum-day. اختار زعيم حزب المعتوهين ألين هوب مدينة أكسبريدج غرب لندن ليروج لحملته الانتخابية على أمل الالتقاء بأحد خصومه من حزب المحافظين. التقيناه نحن في هذه الحانة ليحدثنا أكثر عن حزبه. أسسنا حزب المعتوهين عام 1982. الناس تصفنا كأفضل الأحزاب الموجودة على الساحة لأننا نمتاز بالمرح. مطالب حملاتنا الانتخابية متعددة، فقبل 30 عاما طلبنا جواز سفر للحيوانات الأليفة ووصف آنذاك بالجنون والآن يعمل به،
هنا في بريطانيا يعرف خط المشاة بالحمار الوحشي، ونحن نطالب بخط مشاة لجميع الحيوانات. لكن كيف يتحول المرء إلى معتوه خالص ويحصل على العضوية في هذا الحزب؟ أي شخص يمكنه الالتحاق بالحزب أيا كانت عقيدته أو عرقه طالما أنه معتوه متزن، وشعارنا هو صوت للجنون فهو الحكمة بذاتها، فلا عيب ولا حرج من الجنون المعقول. بياننا السياسي متنوع ومثير، هذه المرة نطالب بإلغاء طوابع ضريبة التمغة، فالطوابع مكلفة بحد ذاتها. من سياساتنا الغريبة هي وضع التماسيح في نهر التيمز لتنقيته من القاذورات، وإذا لم يفلحوا بذلك على الأقل سيجعل سباق القوارب مثيرا. أصوت لحزب المعتوهين لأن النقاش مع أعضاء الحزب يتميز بكثير من الحكمة مقارنة مع بقية الأحزاب الرئيسية التي تدعي الصواب. يتخذ حزب المعتوهين من الحانات مقراً للقاءاته الوزارية في جو مرح ومع الكثير من الجوع. أنا وزير الخضار لأنه عرف عني حل المشاكل من جذورها، وسوف أفتح المجال للبازلاء لتأخذ فرصتها عالمياً. برنامجي يطلب من جميع المجرمين ركوب الدراجة الهوائية وربطها بمولدات الطاقة، والعقوبة تعتمد على عدد ساعات عملهم. استحبنا المعتوهين في الشارع العام لقياس مدى قدرتهم على كسب أصوات وتعاطف المواطنين أو العكس. أنا أصوت لحزب المعتوهين لأنني فخورة بأنني معتوهين. إخرس، أنا أتحدث. لم أرشح البقية لعدم ثقتي بمسؤوليتهم، ودائما ما يجروننا إلى الخراب، ولما لا نعطي المعتوهين الفرصة؟ لم أسمع بهذا الحزب من قبل، لكنهم وعدوني بإزالة العقارب من حمامي. أنا أستطيع أن أقوم بذلك بنفسي، كما حاولوا إغرائي بورقة نقدية مزيفة بقيمة 1,000,000 جنيه استرليني. لم تتحقق المواجهة الموعودة مع منافس من حزب المحافظين الذي أعد له المعتوهون العدة، ولكنهم في النهاية تمكنوا بلا شك من رسم الابتسامة والغرابة على وجوه الجميع هنا. وبالابتسامة نكمل مختارات بي بي سي إكسترا وبعد قليل. غرست الحب غرسا. مذاقات موسيقية مختلفة في إيقاعات إكسترا اليوم. هند. نعم. هند. أيوة. أنت أذنك موسيقية. أي نوع من الآلات الموسيقية تفضلين؟ الهارب. القانون، الآلات اللي عمري ما عزفتها. في أي حال آلات مختلفة سنراها لاحقا في أكسترا اليوم. والآن اسمهم سوبر هيروز. سوبر هيروز أو الأبطال الخارقون، وبطولتهم الأساسية في خلق أجواء من المتعة للكبار والصغار. هم ممثلون يعوضون عن فرصهم القليلة في عالم التمثيل بأدوار بطولية فكاهية، ويجنون قوت عيشهم من دولارات السياح القليلة حالمين بمليارات نجوم هوليوود. ولكل سوبر هيرو أو بطل خارق قصة قصدتهم على جادة هوليوود في كاليفورنيا، وقابلت بعضهم مع أقنعة ومن دون أقنعة. مذ كنت صغيراً وأنا أقلد الأبطال المزيفين، البطولة، الشهرة، المال، إغراءات ترافق الإنسان منذ طفولته ويحاول أن يفعل أي شيء من أجل الحصول عليها، وربما يتهور ويطير. Welcome you. Keep Hollywood. Hollywood. وفي قلب هوليوود أرض الشهرة وصناعة السينما، يؤدي السوبر هيروز أو الأبطال المزيفون أدوارا تمثيلية مختلفة ليجنوا قوتهم مع كل صورة تؤخذ لهم من جهة،
ولعل منتجا سينمائيا يمر ويكتشفهم من جهة أخرى. في منهم ما بيحبوا يفرجوا هوية مينهم، لأنه بالأيام العادية بضلهم يروحوا ويجربوا يعملوا كاستينج تلاقوا أدواره، وأوقات بيلاقوا أنه إذا عرف أنه هن هالشخصيات على البوليفار يمكن يكون هيدا يأثر عليهم ليلاقوا شغل أو يكون سلبي. درست التمثيل والفنون القتالية أيضا. أنا الشخص الوحيد في هوليوود الذي لا يعمل كممثل. هنا أنت تمثل أيضا. نعم، وأنت ممثل ناجح. شكرا سيدي. يعني وكأنه لكل بطل مزيف قصة حقيقية، تماما كقصة سبايدر مان وكات وومن، أو الرجل العنكبوت والمرأة القطة، أو سيد وجاسمين. أنا مثلت في أفلام وبرامج تلفزيونية مع روبن ويليامز وبيلي كريستال. كنت ناجحة في وظيفتي، والغناء في دمي. أحب أن أغني، أنا أحب الاستعراض، أنا استعراضية بالإجمال. أحب لفت الانتباه. أعتقد أن كل منا بطريقة أو بأخرى يحب أن ينال إعجاب الآخرين. من منا لا يرغب بذلك؟ ربما يمر منتج من جادة هوليوود. أي شيء يمكن أن يحدث. بعض الأبطال المزيفين ظهروا في برنامج جيمي كامل، وبعضهم بدأوا بهذه المهنة ثم انتقلوا إلى برامج تلفزيونية مختلفة. في أغلبية الممثلين اللي هلأ أسامي كبار مثل جورج كلوني، مثل نيكول كيدمان، اللي أسامي مشهورة كتير، ما إجت ودغري عاشت الشهرة. كلهم بلشوا بشغل عادي. مثلا نيكول كيدمان كانت تعمل مساج، جورج كلوني كان يشتغل إنشورنس. نحن نمارس التمثيل في أدوارنا المزيفة على جادة هوليوود. أنا علي أن أكون شخصية مثيرة بعض الشيء، أتزين ببعض السحر وأجعل الناس يشاركونني دوري. وأيضاً عندما يكون مزاجنا سيئاً علينا أن نستخدم قدراتنا التمثيلية لنكون سعداء ويحبنا المرء. ولا بد من الإشارة إلى أن مهنة البطولة المزيفة جمعت جاسمين وسيد كعاشقين أيضاً. أحياناً أنجح في اعتقال السياح وأحياناً لا. ولكن كأنك اعتقلت جاسمين. سرق قلبي. وهكذا تتحول إحدى المهن المرتكزة على الصدقة إلى جزء لا يتجزأ من إحدى أثرى مناطق العالم، هوليوود. كان معكم توني طوق، بي بي سي إكسترا، هوليوود. ونحن أيضاً يا هند نعتبر أبطالاً في التحدي، أليس كذلك؟ إنه كذلك. إنه كذلك. إلى التحدي. إلى التحدي. تحدياتنا اليوم بين الإخراج وتمثيل الأكشن طبعاً، وروائح السمك الشهية، وأعلى كعب حذاء يمكن أن يرتديه رجل، بين توني طوق ومنابا وهند أكرم، جيمس بوند، سوق السمك، والكعب العالي. التحدي 007 على توني تقمص شخصية جيمس بوند النسخة العربية، وكتابة سيناريو قصير وإخراجه، والحكم للمشاهدين. يا عنايات تأخرت كده ليه؟ يا عنايات! ايه؟ لقيتي حاجة؟ ولا حد ولا حاجة ولا حد ولا حاجة. أنا هشرح. خلاص بقى يا فوفو، تعالى هنا. التاكسي حاضر. التاكسي حاضر. حاضر يا سيد. يلا بينا. وهنبدأ مهمتنا من أنفاق لندن، وده اسمه نفق ظلمة الليل. قادرين عليه؟ ده أنا بخاف من الظلمة. فوفو! أكيد أعرف يد، معاك عنايات، ما تخافش. سيد بوند، إحنا ضوع بنانك. امشوا قدامي. مثلنا أنا؟ الحاجة دي مش ممكن تكون في الشجرة. أعمل له إيه للسيد بوند؟ مفيش حاجة هنا في حشرات. سيد بوند، منك لله. ما سلنانا؟ No way. هم اختفوا فين؟
رايحين جسر لندن. ادعي لنا. هاي بون. هو احنا حنروح فوق الجسر ولا تحت الجسر؟ هو انت اسمك عينيات ولا جنايات؟ مثلا انا هاي بون ارجوك الساعه بقت 5 لازم نتحرك دلوقتي مفيش وقت الراجل هيسيب المكان. 5 في عيونك امشي. مالك سيد بون؟ فشل يا شريف فشل. بدي أخدمك؟ شيشة أي نكهة؟ أبدك عندي كيلو معسل نعنع مهرب وما عنده معلم. معسل نعنع؟ ووجد سيد بون في المقهى ما بحث عنه في الأزقة والأنهار والكازينوهات والأشجار. كنا قد طلبنا من منى التوجه إلى سوق السمك للتعرف على مختلف أنواع وأشكال السمك. هل نجحت في التحدي يا منى؟ لنرى معا. وصلنا أخيرا سوق بيلينزغيت. الرائحة صراحة قوية جدا. أتمنى أن أغطي أنفي هكذا ولكن طبعا لا أستطيع لأن ذلك قد يؤذي مشاعر بعض البائعين هناك. لذا علي أن أتحلى بالشجاعة وأن أذهب وأن أواجه الحقيقة المرة السمك. اوكي انا امسك به الان. طبعا اشعر بخوف شديد ولكن يعني فقط لاظهر انني شجاعه. اعتقد ان هذا كافي. Thank you very much. على هند اقناع احد اصدقائها او زملائها الشباب ايوه بارتداء الكعب العالي والسير جنبها لمسافة تتعدى 10 أمتار مع تحيات فريق الإعداد. لك أنا كتير حابب جربهم لهدول بس المشكلة إنه ما صح لي ولا فرصة قبل هالمرة. بس قديش نمرته؟ 42. أنا نجلي أكبر. عندي 1.5. والله. نو واي تحلمي بالأحلام. أحلامك وردية وتصبحين على خير يا ستي. نو واي. لا لا أنا بالقصير ما نافع. درب الطف. عندي كعب أريح شوية. لا 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 إذا رجالي بيخال. لا مش ممكن. طب أعرف الأول. مستحيل. لا بس 10 متر تمشي معي. 10 متر. لا ولا متر واحد. طيب عايزينك تضامنا مع المرأة جرب تلبس
الكعب ده. ايه الجمال ده؟ قربنا. بس ارجوكم ما تقولوا لمرتي. لا بس هنعرضه على التلفزيون. بس على التلفزيون. اوعى اوعى. بس على فكرة انه كيف يكون الطاين لفترة طويلة في اليوم؟ سويتيني فرجة بغرفة الأخبار. وكعادتنا عدنا إلى الأرض يا هند. كعادتنا ننهي بي بي سي إكسترا اليوم مع أحلى الإيقاعات. الإيقاعات التي سنتذكرها اليوم هي من أفضل إيقاعات استمعنا إليها واستمتعنا إليها في أكسترا من قبل. ناي مع بشير عبد العال، عود مع مصطفى سعيد، والتراث في قالب السايكاديليك الإلكتروني مع سامر صائم الدهر أو سايكاليبو، وساكسوفون مع عمار أحمد. Bye-bye.
وصلنا لختام مختارات اكسترا لهذا الاسبوع، ومن الان الى الاسبوع المقبل ندعوكم الى ان تترقبونا، والى اللقاء.